مرحبا بكم مرة أخرى، ونهاركم مبروك، ونتمنى يا ربي تكونوا بسعادة وتكونوا يعني معافين من جميع الأمراض وجميع الأوبئة. والله يرفع علينا هذا الوباء هذا اللي بدينا كتبان بأننا في المغرب بدأنا ننتصر عليه بالتزامنا إلى حد ما، وبقوتنا وبالتحامنا وبتضامننا وتعاوننا. فاليوم غادي نحكي لكم على واحد القضية، على واحد الأمر اللي هو أمر مزيان، ولينا كنشوفوه في مجموعة ديال الأماكن الخضراء عندنا في البلاد ديالنا المغرب. يعني الحدائق ولات كتعرف واحد الانتعاش، ولات الزهور ديالها زادتها بهاء وجمالا، ولات عندنا الحدائق مخضرة يعني خضراء. هذا دليل على أن الحجر نفع، يعني هذا الحجر الصحي اللي فرضته الداخلية ووزارة الصحة نفع أيضا البيئة عندنا. يعني البيئة ولات تنفسات، ولات كتنفس الأكسجين ديالها. يعني هذا دليل على أن هذا الحجر الصحي عنده واحد النفع إيجابي على البيئة ديالنا وعلى المحيط ديالنا الطبيعي وعلى الأماكن الخضراء في مجمل تراب بلدنا الحبيب المغرب. فهنا غادي نقل لكم واحد الفيديو من حديقة في ميدلت، حديقة في مدينة ميدلت، اللي هي حديقة يعني بهذا الحجر الصحي عرفت واحد الانتعاشة، وزادتها الزهور ديالها والورود ديالها البهاء والجمال على جمالها وروعتها التي تعرفها هذه الحديقة التي كتواجد في واحد المكان اللي هو جميل ورائع. فإلى فيديو الحديقة وإلى الأماكن الخضراء، ورجاء رجاء لا تنسوا الضغط على جيم وعلى تفعيل الجرس والمشاركة في هذه القناة الفتية. فإلى حديقة ميدلت إن شاء الله. يعني واسمحوا لنا أننا نقدم لكم هذه الحديقة اللي هي حديقة من مدينة ميدلت في سطور أثناء الحجر الصحي. وكما تشاهدون الورود بجميع الألوان وجميع الأشكال، وكذلك الأشجار والزهور، منظر رائع 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 جدا. الأجواء فارغة تماما، يعني الأجواء في مدينة ميدلت وفي هذه الحديقة بالضبط فهي فارغة فارغة فارغة، إلا بعض الأعوان الموسميين الذين يقومون بعملية سقي الأشجار وسقي الزهور وسقي هذه الحديقة. وتحية لهم من هذا المنبر، هذا تحية لهذا الأعوان وللخدمات اللي كيقدموها في هذه الأجواء هذه وهذا الظرفية هذه، كتعرف ظرفية كورونا. يعني والله يشافي جميع المرضى ديال الأمة وديال البشرية جمعاء. فهي تتواجد بجانب واد، كما غنشوفوا كتواجد بجانب واحد الواد دايز من حداها، يعني أجل اسم الواد، واللي كان كيعرف هذا الواد هذا فيقولوا لنا في التعليق ان شاء الله تعالى على هذا المحتوى اسفل 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 الفيديو، يقول لنا هذا سميتو هذا الواد اش كيتسمى، ان ما كنعرفوش حنا. الى جانب الحديقه، حديقه جميله يعني مختلفه العصافير ومختلفه الاشجار، وتعرف يعني تعرف انتعاش وبهاء وجمال، إضافة إلى أنها يعني هذه الحديقة هذه كتسمى بحديقة إيزوران، إيزوران يعني الجذور باللغة العربية، إيزوران بتمازيغت، سمازيغت دا تسمى إيزوران، دا ستينين إيزوران إي الحديقة. المهم ذات الحديقة ذات تلا تمان ين القصبة تاريخية، كاين تتواجد بجانب قصبة تاريخية تعتبر يعني ملاذا لجميع زوار ميدلت ولجميع ساكنة ميدلت هذا الحد، ولكن الآن تعرف يعني فراغا تاما، لأن الناس كيعيشوا واحد الظرفية اللي هي ظرفية الحجر الصحي
وحالة الطوارئ. كما كتشوفوا الحديقة فارغة، يعني ما كتواجدش غير بعض الناس لكي يقوموا بالسقي، اللي هما الأعوان الموسميين اللي كيخدموا في الجماعة الترابية ديال ميدلت، في البلدية ديال مدينة ميدلت. يعني هذا، ونشكر جميع المتتبعين وجميع زوار قناتنا، هي قناة شذرات قصيبية، ونتمنى أن يروقكم المحتوى، فلا تبخلوا علينا بدعم. ها أنتم رأيتم أن الحدائق أيضا تتنفس الحرية، يعني فلنهتم بها كثيرا ونرد لها الاعتبار، لأنها المتنفس الوحيد لنا كبني البشر. فالمزيد من الاهتمام بهذه الأماكن، والمزيد من الحدائق في بلدنا، لأن الحدائق تعتبر المتنفسات، وتعتبر الأماكن التي يقصدها الإنسان، وتعتبر ملاذا لكل بني البشر. فإلى محتوى آخر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. كان معكم لحسن بلقاس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.